أهلا بكم إلى نقطة حوار جديدة. أنا رشا قنديل. العنف يولد العنف، والكبت يولد الانفجار. حقائق تتمثل جلية كالتفاعلات الفيزيائية الحتمية، قتلى وجرحى ومصابون بفقد العيون أو الأطراف أو الحرية في أسبوع دام يشهده العراق ولبنان، في تصعيد لا يبشر أبدا بالخير. سماه المحتجون أسبوع الغضب، لكنني وللأمانة لست أدري من يؤجج الغضب ولماذا يقابل الغضب السلمي المكفول في الدستورين بجرائم ترصدها العين المجردة وتوثقها منظمات لحسن الحظ لا تنمحي وثائقها. القوة المفرطة أو غير المتكافئة مصطلحات مهذبة، وإن كانت شديدة اللهجة تستخدم في تقارير المنظمات المعنية بحقوق الإنسان الرئيسية، إن لم يكن في البديهيات التي خرجت من أجلها التظاهرات، يعني الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد واشتثاث المعاصصة، ففي الحق في الحياة دون تهديد لمجرد الاحتجاج والتعبير عن الرأي. هل من نظريات المؤامرة في شيء أن نقرأ ما الورائيات لنسأل لماذا التصعيد ضد الاحتجاجات السلمية بشهادة الجميع الآن إلا السلطات؟ هل يغلب التعامل الأمني المظاهرات؟ هل يقضي على سلمية التظاهر؟ هل هناك من أحد له مصلحة في أن يتطور الأمر على هذه الشاكلة؟ وهل ترون لإيران أو لغيرها دورا في التصعيد ولماذا؟ وسائل الاتصال كالمعتاد، الاتصال الهاتفي 0044-2031-6-2-0022. يمكنكم المشاركة عبر الحوارات المنشورة على صفحة شارك برأيك على موقعنا على الانترنت أو عبر صفحات البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، جوجل بلس، أو على حسابي على تويتر رشا قنديل BBC. أراء حضراتكم اليوم يجمعها ويجدولها ويضعها في سياقات منطقية زميلي أحمد عبد الرازق. أحمد مساء الخير. أهلا بك رشا. لدينا حوار قوي رشا اليوم بالفعل يمضي على وقع الاحتجاجات التي يشهدها كل من لبنان والعراق، والتي شهدت تصاعدا كما أشرت كبيرا خلال الأيام الماضية، كما شهدت أيضا تصعيدا من قبل أجهزة الأمن في البلدين في مواجهتها، وهو ما أسفر عن سقوط جرحى وقتل كثيرين. لدينا اليوم تساؤلات كثيرة، أبرزها عن السبب في تصاعد عمليات القمع تلك الاحتجاجات، وسنعرض لأبرز ما تحدث عنه المشاركون خلال البرنامج. سننتظرك بالتأكيد أحمد لنتعرف على مجريات الحوار على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا جزيلا لك حتى اللحظة. الآن إلى مشاركات حضراتكم معي على الهواء مباشرة بالسؤال الرئيسي: لماذا تعتقدون أن هذا التصعيد الأمني حدث في العراق وفي لبنان أو في أي مواقع أخرى إذا ما شاهدتموها خلال الأسبوع الفائت؟ أستاذ إبراهيم من بغداد، أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا استرشا، مرحبا، اهلا بيك. الواقع انه تطور مشاهد العنف في العراق لم يعني تخطت حدود بغداد وذهبت الى مواقع اخرى من بينها البصره مثلا، ما راي حضرتك فيما يحدث؟ لماذا الان؟ لا، هو واضح انه كان اكو قرار من البدايه، يمكن بدايه التظاهرات، انه التعامل الامني يكون بهذه الطريقه. يمكن التفاصيل تختلف، يعني يبدو أنه أكو هدوء فترة ويعني يجي تصعيد فترة، لكن أكو قرار أساسي من يعني الطبقة السياسية أنه لا تنازل عن مواقعها، وإذا ما أجبرت على التنازل فلازم تستخدم كل الوسائل اللي هي تراها مشروع عن نفسها حتى تدافع عن هذه المواقع. يعني هي مو بوارد أنه تقبل أحد يجي من خارج دائرتها يشاركها بهذه المواقع، مجرد المشاركة مو أنه يعني تستبدل بهذه الطبقة. فلذلك لابد أنه تستخدم كل هذه الوسائل سواء باسم أجهزة الدولة أو بأذرع خارج إطار الدولة. كلنا نعرف أن الطبقة السياسية بالعراق عندها أذرع عسكرية وأذرع اقتصادية، بالإضافة طبعا للواجهات السياسية، وكل هذه تمت عن طريق تجير إمكانيات الدولة لخدمة. يعني هل حضرتك تشعر أستاذ إبراهيم مما أفهم أن هناك قرار متخذ ممنهج بتصعيد المشهد الأمني مع المتظاهرين إما بأذرع الكيانات السياسية أو لأطراف أخرى؟ لا، هو مو تصعيد ممنهج، هو أصلا من البداية كان بهذا الطريقة. بس العنف تصاعد في الأسبوع الأخير يا أستاذ إبراهيم على نمط أسوأ مما كان عليه في السابق، هل هذه صدفة؟ نعم، العفو، ما سمعت السؤال. أنا أسأل حضرتك أن العنف في الأسبوع الأخير مشهود له أنه تصاعد بشكل سيء وتم استهداف المتظاهرين في البلدين بشكل سيء، ولكن في العراق هل حضرتك ترى في ذلك صدفة؟ لا مو صدفة، لأنه هو لما تتعاملين وقوة بهذه الطريقة، قوة تشوف لنفسها أنه لها الحق أنه تظل بهذه
الأماكن وهذه المواقع وتشوف نفسها أنه هي صاحبة يعني استحقاق في هذا، ولازم أنه العالم تتعامل في هذا الموضوع وتقبل به. فلذلك لا يعني راح تشوفين هذه المشاهد، راح تشوفين هذا التعامل اللي حضرتك وصفتي بالمقدمة أنه هو توصيفات مهذبة، القوة المفرطة أو التصعيد غير السلمي أو كذا، بس هذه كلها يعني مجرد يعني شلون نقول لف ودوران حول الحقيقة، أنه هذا مو مجرد قوة مفرطة، لا هذا قرار واضح ومرح يتم يعني الاستغناء عنه أو يعني حتى تقليل أثره. تمام. الصور التي نشاهدها نحن نتحدث إلى الأستاذ إبراهيم وإلى حضراتكم هي صور أرشيفية من البلدين، من العراق ومن لبنان، سنودعها بالتوالي في هذه الحلقة لنطلعكم على ما نتحدث عنه اليوم لمن فاته مشاهدة هذه المشاهد. وبالمناسبة ليست هناك من مشاهد مؤلمة يمكن أن يعني تجرح حضراتكم، وإن كان طبعا المشهد غاية في السوء. أستاذ محمد من بغداد، ما رأيك فيما قال الأستاذ إبراهيم؟ هل هناك قرار متخذ بشأن الاحتجاجات، ولا كما يقول الطرف الآخر الاحتجاجات غير سلمية وتطورت بشكل سيء خصوصا مع ما شوهد من محاولات القطع للطرقات؟ هذا ما تقول السلطات في العراق مثلا. نعم عزيزتي، لا يوجد هكذا قرار، لا يوجد هكذا قرار بالقمع أو بالتصعيد، بالعكس. احنا خلينا نفهم ما هي الاحتجاجات في البداية. الاحتجاجات إما تكون سياسية وإما تكون إصلاحية، ما لها علاقة بالسياسة أو الاثنين معا. بالبداية اسمحي لي، بالبداية بداية كانت الاحتجاجات والتظاهرات الغرض منها إصلاح التعليم، إصلاح القطاع الصحي الصناعي، منع الاستيراد، تشغيل الشباب العاطلة، تشغيل المعامل المصانع. لكن تفاجئنا حرق سفارات، تمزيق وحرق صور لعلماء ولقادة بالحشد الشعبي ما لهم علاقة بالسياسة، سلوكيات ما تتفسر إلا أنه قادمة من الخارج، أجندة قادمة من الخارج، غرفة عملياتها سفارات ومعروفة سفارات. ما شفنا من المتظاهرين أو الاحتجاجين أي لائحة تتكلم عن الإخفاقات بالمجال الصناعي، بالمجال الزراعي، بالقطاع الصحي. يعني حضرتك ترى أن الاحتجاجات تطورت من مطالب معيشية يومية إلى مطالب مسيسة؟ عزيزي، مطالب مدفوعة من الخارج، مطالب مدفوعة طيب. من الخارج، أجندات سياسية ما لها علاقة بالإصلاح، ما لها أحترم علاقة أحترم بالإصلاح. أحترم جدا وجهة نظر حضرتك ومعنى من المشاركين في الاحتجاجات أستاذ محمد. عزيزي. طب بس لحظة حضرتك ابقى معي كي لا نتخطى نقطتك، أنت أنا أحاول أن أثبت نقطتك بالرد عليها. معنى أيضا للرد على حضرتك الأستاذ نقيب، لحظة لو سمحت أستاذ نقيب اللعيبي منضم إلينا من البصرة أيضا للرد على وجهة النظر هذه، وهو أحد المشاركين في هذه الاحتجاجات. أستاذ نقيب، إذا كنت استمعت إلى ما ذكره الأستاذ محمد، هو يرى أن المطالب في الفترة الأخيرة هي مطالب مدفوعة من الخارج وليست هذه المطالب التي خرج من أجلها في الأسابيع الأولى، ما رأي حضرتك؟ مساء الخير. طبعا أنا ما استمعت لكل اللي تحدث به الضيف، لكن سمعت لآخر كلمات أنه سفارات ولا إصلاح ومتسوس، هاي قوانين تكلمنا عليها وتعودنا من أيام 2011 و13 و15 كنا متهمين بدعم قطري، ولما صارت علاقتهم مع قطر زين متهمين بدعم سعودي، وصارت علاقتهم مع السعودية جيدة متهمين بدعم أمريكي وإسرائيلي. أسأل كل إذا المتظاهر لا يملك أجرة ينقل حتى يوصل لساحة التظاهر، كيف هذا مدعوم من سفارة؟ كيف ما أعرف هذه الاتهامات الجاهزة؟ يعني هل وضع العراق ممتاز وكيف وضع النمسا او سويسرا او هذه الدول المقدمه ويخرج للتظاهرات هو بطر؟ ما اعرف يعني انتوا كل بس اتصور كل يا استاذ نقيب ان وجهه النظر هذه تعكس او تتماشى ايضا مع وجهه نظر حكوميه رات ان هناك محاوله لتسييس الامر بالخروج على ما وصف بالتدخل الايراني في سياسه العراق، وانه هذا الامر غير قائم اصلا، ولذلك فربما هناك اطراف اخرى من مصلحتها ان تحرك او ان تشجع التظاهرات على الذهاب الى دوامه العنف. كل ساحات الاعتصام تميز بوعي عالي ووطنية عالية، خرج المتظاهرين والمعتصمين المطالبة بحقوق شهيد، المطالبة بإصلاحات للقضاء على الفساد،
وعدم التدخل الخارجي لكل دول العالم. لا يوجد استثناء. يعني ما العراق صار ساحة للصراع بالنيابة. يعني العراق فقد سيادته. العراق بدأ يقصف من أي دولة يعني تقصفه. يعني الحكومة مليانة بالأخطاء. حكومة خطأ من أساسها لليوم يعني بعد 2003. طيب إذا ما ذهبنا منذ الغزو الأمريكي حتى هذه اللحظة ينبغي علينا أن نتوقف عند تدرج فكرة العنف في يعني من قبل من يقفون ضد سياسات الدولة وبين الدولة. أولا أشكر السيد نقيب اللعيبي من البصرة، استمعنا إلى بغداد، استمعنا إلى البصرة، أعود مرة أخرى إلى بغداد. بس أنوه أن الاحتجاجات في الأسابيع الأخيرة تطورت وخرجت خارج إطار المدن الأساسية التي كان من بينها البصرة وبغداد، وتحولت كذلك إلى الناصرية وكربلاء. فأتمنى أن أستمع لأصوات حضراتكم من هذه المواقع الجديدة. عبر الأقمار الصناعية من بغداد انضم إلينا الناشط العراقي الأستاذ غضنفر اللعيبي. أستاذ غضنفر أهلا وسهلا بك. موضوع اليوم تحديدا هو عن ما لاقاه المتظاهرون خلال الأسبوع الأخير، أسبوع الغضب كما وصف، من أي طرف؟ من الطرف الذي حضرتك ترى أنه يستهدف المتظاهرين؟ من له مصلحة أن يخرج الوضع عن نطاق السيطرة السلمية؟ مساء الخير عليكم والرحمة والخلود للشهداء، شهداء انتفاضة أكتوبر، الشهداء اللي سقطوا اليوم وسقطوا أمس. عندنا سقطت شهيدة أم جنات من البصرة الله يرحمها، اللي كانت راعية 50 يتيم. العفو إذا سمعوني أنا ما أسمع. الرحمة والخلود للشهداء والشفاء للجرحى العراقيين الذين يقفون في ساحات الاحتجاج. اليوم الحكومة يعني بطشت بالمتظاهرين. متظاهر سلمي صار له أكثر من 115 أو 120 يوم متظاهر سلمي بقمة السلمية. للأسف هذه الحكومة ضربت، قتلت، اتهمت، اعتقلت، اغتالت المتظاهرين. للأسف هي هاي يعني حكومتنا. نتمنى كان من أول يوم التظاهرات، من قبلها، من 2000، من تظاهرات 2011، من 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 تظاهرات 2014، أنه تستجيب لمطالب المتظاهرين ويعني تحقق مطالبهم اللي كانت هي مطالب بسيطة، أنه كانت خدمات وماء وكهرباء. يعني للأسف ما استجابت الحكومة. يعني ما من المعقول أنه الشعب العراقي يبقى ساكت على هذا الظلم، يبقى ساكت على هذه السرقات اللي نشوفها أمامه. يعني اليوم يعني مطرة بسيطة، اليوم احنا مطرت هسه، مطرت في بغداد مطر، كشفت فساد هاي الحكومة، كشفت فساد المؤسسات الحكومية. مطر صغيرة جدا، مطر صغير جدا كشف هذا. هو الواقع استاذ غضنفر، مع احترامي وعدم قطعتي لحضرتك حول سؤالكم، بس اعتذر لانه الفساد الحكومي في العراق تقف على قياسه منظمات دولية معنية بالشفافية ومنظمات عراقية ايضا، فالقضية ليست يعني ليس مشكك فيها قضية الفساد الحكومي والفساد الخاص كمان. بس انا متوقفة عند حضرتك ما وصفته بالتصعيد من جانب قوات الامن ضد المتظاهرين. الطرف الاخر يرى ان المظاهرات خرجت عن سلمياتها، وانا فقط انقل وجهة النظر الاخرى هنا، وتحدث عن انه هناك سيارات دهست افراد من الشرطة في مقابل شهادات كثيرة عن قوات الامن التي طاردت المتظاهرين في الشارع التجاري مثلا في البصرة، في الغاز المسيل للدموع في بغداد إلى آخره. فمن أين بدأ التصعيد؟ من الطرف المدني ولا من الطرف الحكومي؟ يا عزيزتي، يا مشاهدين الكرام، يا متابعين العالم، أتمنى ترجمون كلامي للعالم كله، قناتكم يعني عالمية. لاحظوا سلمية التظاهرات من أول يوم، كانت مظاهرات سلمية خالصة 100%. لاحظوا وشاهدوا الفعاليات السلمية اللي طلعنا بيها. إذا كانت هناك يعني عنف في موضوع معين أو شخص مندس، ربما هذا نسبته 1 بالمليون من المظاهرات السلمية. إحنا طالبنا وحكينا وقلنا أنه مظاهراتنا سلمية. إحنا قوتنا وتعاطف الناس ويانا وتعاطف المجتمع الدولي ويانا بسلمية هذه التظاهرات. احنا ناس سلميين. اللي خارج عن القانون هذا ما يمثل العراقيين ولا يمثل المتظاهرين ولا يمثل الوجهة الحقيقية للمظاهرات. تظاهرات سلمية ان حدثت يعني مشكلة هنا او مشكلة هناك، هاي ما تمثل 1% من المتظاهرين. اليوم حتى ملتزمين بقواعد التظاهر والاحتجاج السلمي. هسه انا كنت جاي من هذا السريع محمد القاسم،
السريع الطرقات مغلقة جزئيا. اليوم سادين شارع سايد وسايد السايد الآخر صاير ذهاب وإياب ملتزمين. إذا كان هنالك كل العالم كل العالم أنتوا حضراتكم أنتوا يعني دولة محترمة بالديمقراطية معروفة وأمريكا وكل الدول الديمقراطية، إذا صار حرق تاير أو إذا غلقت شوارع ترى هذا يعني نوع من الاحتجاج، والاحتجاج المطلبي اللي المقبول واللي يعني تعترف به المنظمات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات المهتمة بالاحتجاج والتظاهر. اليوم أنا يعني على طاري المنظمات، اليوم إحنا نطالب منظمات المجتمع الدولي التدخل لوقف القتل. 600 شخص انقتل يا أخوان يا منظمات دولية، 600 شخص انقتل طيب. انقتل في بدم بارد. صدق ضنفر هلا هلا اطالب منظمات الدولية التدخل والتدخل السريع لوقف قتل المتظاهرين. اليوم قتلوا 2 البارحه قتلوا 2 يعني الى متى احنا نبقى نقتل؟ احنا العراقيين الى متى نبقى نقتل؟ العفو. طيب انا احترم طبعا وجهة نظر حضرتك العفو. جدا العفو. واعتذر لو كنت اقاطعك، هناك اتصور مشكله في رجع الصوت بيني العفو وبين. احنا بس كمان نستمع الى وجهة نظر الاستاذ محمد لانه كانت لديه وجهة نظر واضحه بهذا الاطار. استاذ محمد استمعت الى الرد من جانب ناشطين من البصره ومن بغداد، فما رايك؟ اليسي اللي من يقول لا المتظاهرين غير مدعومين من افكار الخارجين كل من خارج ولا توجد اجنده سياسيه، هذا الكلام اللي يدعو المنظمات الخارجيه ومجلس الامن والمجتمع الدولي للتدخل بشان داخلي ما العالم كله ما له دخل فيه. احنا عندنا مشاكل بالعراق يجب ان تحدد، مشكله بالقطاع مثلا التعليم، عندنا مشكله اوقف الدوام لو اقننه لو اخليه افضل، بس مشكلة الآن بقت أعداد من القتلى سقطت في الشارع أستاذ محمد، وهذه الأعداد ينبغي يكون هناك عدالة انتقالية لمحاسبة من تسبب بقتلهم. إذا كنت حضرتك ترى أنه في ذلك بس لحظة يا جماعة أسأل أسئلتي بس، إذا كنت حضرتك ترى في ذلك استجلاب للخارج أو استقواء بالخارج، الطرف الآخر سيرى أنه ما حدث حدث من الحكومات العراقية المتعاقبة أصلا منذ الغزو الأمريكي من 2003. عزيزتي احنا اذا نقول هاي الاعداد ال 600 والالف وايد نسمع اعداد هوايه، لكن لا ويتكلمون عن لسان وزاره الصحه، وزاره الصحه ما لها دخل. يعني من صار حرق مرقد محمد باقر الحكيم سمعنا انه 70 شهيد بيوم واحد والصحه العراقيه تقول بس شهيد واحد. احنا مو يا حاله القتل، بس انكبوا لضخم الامور بهالصوره هذه، ماكو اعداد، لا يوجد اعداد، اعداد بيوم واحد 40 و70 و600. هذا الكلام عبارة عن مجرد تحشيد، مجرد تضخيم، لعب بالعواطف، لعب بالمشاعر، وهذا المطلب مستحيل هذا يقودوا عراقيين. طيب حضرتك تتحدث عن تمويل من الخارج للمتظاهرين، ما دليلك على هذا التمويل أو إشاراتك أو شواهدك على ذلك؟ عزيزتي يعني عندي عشرات المقاطع على الواتساب، نشوف ناس يجون نساء تجي تدعم بالدولار، تدعم التظاهرات بالدولار، منين هذا الدعم؟ منين؟ طيب أنا سأكون ممتنة سيدي الفاضل، سأكون ممتنة أستاذ محمد، سأكون ممتنة لو حضرتك أرسلت بهذه المقاطع إلى فريق على أخ بلا زحمة نقطة حوار. لحظة يا جماعة لحظة يا جماعة لو سمحتم، لو حضرتك يا أستاذ محمد مشكورا تمدنا بهذه المقاطع على طرق التواصل بنقطة حوار سأكون ممتنة، سنحقق في هذه المقاطع وسنعمل عليها في الأخبار. أستاذ أحمد من كربلاء وبعدين سأعود إلى الأستاذ غضنفر للرد على الضيفين. أستاذ أحمد أهلا وسهلا، جاوب على أخ. اهلا وسهلا، تحياتي لك سعود لحضرتك يا استاذ جميع مشاهدي قناه البي بي سي. اهلا وسهلا يا استاذ احمد، ما رايك حضرتك اذا كنت شاهدت التظاهرات بعينيك تمتد الى كربلاء، فايضا شاهدت امتداد العنف الى كربلاء، ما رايك من السبب في ذلك ولماذا الان؟ لا شك في ذلك ان الحكومه هي مكونه من احزاب الاسلام السياسي، وهذه الاحزاب هي احزاب ديكتاتوريه في ذاتها في كيان احزابها، لذلك فهي لا تؤمن بالديمقراطية، ربما هي استغلت الديمقراطية للوصول إلى السلطة، ولكنها أحزاب ديكتاتورية وأحزاب قمعية تقمع الرأي الآخر. فلذلك عندما شاهدت أن الشعب العراقي حصل له وعي جمعي وبدأ يحاسب هذه الحكومة على سرقاتها لمئات مليارات الدولارات من الخزينة العراقية طوال 16 عاما، لذلك هذه الأحزاب أدركت أنها نهايتها قريبة، فهي في حالة صراع مع الشعب، إما أن تعيش هذه الأحزاب وتمص دماء الشعب العراقي، وإما أن ينتصر الشعب العراقي، وبالنتيجة سوف يحاسب هذه الأحزاب الإسلامية الدكتاتورية. لذلك نرى أن القمع الممنهج الذي تستخدمه السلطة سواء كان في مدينتي في كربلاء أو في جميع المدن العراقية
هل حضرتك لديك مشاهدات يا استاذ احمد المواشي؟ استاذ احمد، هل حضرتك لديك مشاهدات بعينك في ساحه التربيه في كربلاء؟ ماذا شاهدت؟ العشرات في ليله واحده، واعتقد الاعلام انتبه الى هذه الليله. مظبوط، بس انا اريد مشاهدات حضرتك انت، انتم صناع هذا البرنامج، ماذا شاهدت؟ هل هناك قوات امنيه ترتدي الزي الرسمي قامت بتنفيذ هذه الاعتداءات؟ هل شاهدت ذلك بعينيك؟ قوات مكافحة الشغب كانت تطلق النار على المتظاهرين امامنا، بالاضافه الى القناصين الذين هم اصلا من ميليشيات هذه الاحزاب الاسلاميه الحاكمه، كانت تطلق النار وتصيب في الرأس على الكثير من الشباب المتظاهر وحتى بعض الفتيات، وهذه المشاهدات شاهدتها انا. هذه مشاهدة مباشرة من الاستاذ احمد متحدثا الينا من كربلاء. الان اعود الى الاستاذ غضنفر اللعيبي الناشط العراقي للرد على ما قاله استاذ محمد من بغداد. تفضل استاذ غضنفر. اعتذر، تفضل. مع الاسف مثل الاخ اللي يتحدث يقول هاي اعداد مبالغ بها. تعال يا معود، انت والله وين قاعد؟ انت بيا مكان قاعد؟ تعال، البارحه انضرب شخص، اليوم انضرب شخص، يوميا يسقط شخص. من يقول اعداد مبالغ بها؟ والله الاعداد هاي بسيطه بالنسبه للي دا يسقطون بساحات التظاهر. تعالوا، قاعد بالبيت، قاعد جوا البطانيه وقاعد يسولف هذا الموضوع. اليوم مش بالضروره، شوفوا وسائل التواصل، يعني شوفوا نحافظ على دقه الحوار، يعني مش بالضروره يكون الشخص الذي لديه وجهه نظر مغايره. ست هاي قضيه وطن، هاي قضيه وطن، هاي قضيه وطن. اليوم أنا أي واحد بساحة التظاهر، اليوم محمد القاسم، اليوم بالتحرير، اليوم بالحبوبي، شوفوا مدى القتل ومدى القمع اللي يتعرض له الشعب العراقي. يتعرض إلى قمع ما صاير بتاريخ البشرية. يجيني واحد ما أعرف منين يقول لي ماكو هاي أعداد مبالغ بها، بس البارحة مقتولين 2 3، اليوم مصابين. أنا أعطيكهم بالأسماء، روح ابحث، روح يا عزيزي، روح شوف حسين هسه نايم بالمستشفى مال ابن النفيس، البارحه هاي بالبصره انقتلت البنيه، اليوم شاب بالتصوير، بالتصوير الفيديو بالمواقع. طيب التواصل كمان يا استاذ غضنفر، انا اليوم اخويا عراقي المفروض استاذي، ساكون ممتنه لو حضرتك بالمثل امددتنا بمقاطع الفيديو، وسنحقق فيها ونستخدم المقاطع في الاخبار سواء من طرف حضرتك او من الطرف الاخر. هذا تليفون انا محضر هذا. ايوه هذا، بس نحن لا يمكننا، بس لحظه استاذ غضنفر، بس لحظه، انا طبعا مقدرا فعل حضرتك، بس كمان ينبغي لنا ان نرى هذه المقاطع. متظاهرين، احنا متظاهرين سلميين نداعي بحقوق بسيطه، حقوق جدا بسيطه، انه نريد نعيش ببلد حر كريم. يجيني واحد يتهمني عم احنا عراقيين اكثر من اي شخص. احنا عراقيين، احنا نريد هذا العراق عراق حر، عراق كريم. تمام، ما فهمناه من المراقبين للتطورات يا استاذ غضنفر، اتحملونا شويه لا حول الله رب. طيب، ما فهمناه من المتظاهرين الذين انضموا الينا خلال الايام الفائته، وحضرتك لان بلدنا يحترق. اتحملونا الله يخليكم على عيني وراسي، بس كمان ينبغي للحوار ان يكون مرتبا عشان نفهم لهذا اليوم يا استاذ غضنف، بس عشان نفهم. لحظه، ما متجاوز انا على اي شخص ابدا، وانا لم اقل ذلك، انا بس احاول ان استخلص من حضرتك افضل ما يمكن ان نقول. حضرتك تتحدث عن شهادات عن استهداف المتظاهرين بشكل ممنهج في اكثر من مدينه عراقيه، وهذا حديث شديد الخطوره، لذلك انا اتحقق. مظبوط. طيب، من الذي يستهدف المتظاهرين من قطاعات الأمن؟ يعني أنا علمت أنه قوات الأمن النظامية، وعلمت أنه قوات من المنضوية تحت لواء الجيش العراقي في بعض المدن، هذا بشهادات. ماذا تضيف حضرتك إلى ذلك؟ من الذي يضرب المتظاهرين يا عزيزتي؟ إحنا أكو متظاهر وأكو قوة أمنية، يعني بس هاي يعني فكرة بسيطة أي واحد يفتهمها المفروض. متظاهر وقوة أمنية، المتظاهر ده ينقتل، من القاتل؟ بس هذا، انا اسالكم هذا السؤال. اكو متظاهرين دي يسقطون بالغاز المسيل للدموع بالرصاص الحي، واكو جهات امنيه واقفه بالمواجهه. منو اللي يقتل؟ يعني منو اللي يقتل؟ يعني اي واحد يعرف انه الجهات اليمينيه دي تقتل المتظاهرين، دي تقمع التظاهرات. هذول الجهات الامنيه والاحزاب السياسيه هم جايين من احزاب الوزارات، جايين من احزاب هم تابعين هاي الاحزاب اكيد. اليوم طيب، هاي السلطة ومال وعندهم أجندات. طب أنا بس أريد أن أؤكد على أمر يا أستاذ غضنفر،
وكل السادة الذين يشاركوني اليوم سواء من العراق أو من لبنان. أولا أنا في غاية الاحترام والامتنان أن حضراتكم تشاركوني مشاهداتكم وتجاربكم، فبالتأكيد نحن نحاول أن نكون يعني منصة للحقيقة هنا، والحقيقة ليست مطلقة لدينا، لديكم أنتم الحقيقة مطلقة. أستاذ غضنفر لعيبي الناشط العراقي من بغداد، ممتنة لحضرتك، أشكرك شكرا جزيلا. الحقيقة طب اتفضل، بس هاي آخر 30 ثانية. اتفضل. الحقيقة مع المتظاهر السلمي اللي واقف دي يتحمل المطر ويتحمل القمع والحطر، هاي الحقيقة مع هذا الشخص مو مع السلطة. أنا أحترم ذلك أشكركم. كامل احترامي. أستاذ غضنفر لعيبي أشكرك شكرا جزيلا، وأستاذ محمد من بغداد أشكرك شكرا جزيلا. كان استريحة من المشدات بس دقائق، أعود إلى زميلي أحمد عبد الرازق لنتعرف منه على مجريات الحوار لليوم. لاحظت أحمد في مراجعتي لمنهج يعني المنهجية التي اتبعتها لرصد آراء المشاركين أنه السؤال الرئيسي لم يعني الكثيرين بشكل كبير، كان يعنيهم سؤال من الذي يؤجج الاحتجاجات أكثر، مظبوط؟ رشا بالفعل يعني أود أن أشير أن جل المشاركين اليوم في الحقيقة ينصرفون للإجابة عن السؤال الرئيسي الذي يعنون لحلقتنا اليوم، وهو لماذا تصاعد قمع الاحتجاجات في العراق ولبنان. هذا هو الذي حظي بالقدر الأكبر من مشاركات المتحاورين على صفحاتنا اليوم. في ظل هذا العدد الكبير من الجرحى والقتلى الذين سقطوا في البلدين خاصة في العراق، هناك حالة من التفاعل القوي اليوم في حوارنا. هناك أيضا سؤال آخر يحظى بإقبال عدد كبير من المشاركين اليوم، هو المتعلق بلماذا تتشابه طبيعة الاحتجاجات في البلدين في العراق ولبنان من حيث تصاعد هذه الاحتجاجات ومن حيث أيضا قوة التصدي لها من قبل قوات الأمن. لدينا أيضا اليوم إطلالة على تويتر وكيف تفاعل المغردون هناك. طيب، مشكورا أحمد. لو ترتب لنا أدمغتنا، يعني أولا السؤال الأساسي الذي هو لماذا تصاعدت الاحتجاجات في العراق وفي لبنان، كيف جاءت الردود على هذا السؤال؟ في الحقيقة كما أشرت رشا، هذا السؤال هو الذي أسهل فيه المشاركون كثيرا في محاولة الإجابة عنه. خذي منه مثلا هنا مازن علي يقول: لأن الأحزاب الفاسدة التي تستلم أوامرها من دول الجوار في البلدين في محاولة، هو يحاول إيجاد أسباب لذلك للتصاعد، يقول: لأن الأحزاب الفاسدة التي تستلم أوامرها من دول الجوار في البلدين أحست بالخطر على مستقبلها وهي تجابه ضغوطا كبيرة، فمن جهة هناك ضغط الشارع ومن جهة أخرى هناك ضغط خامنئي عليهم، يشير إلى دور إيراني. علي زناتي أيضا: تصاعد قمع الاحتجاجات في العراق ولبنان لأنه أو تصاعد قمع الاحتجاجات في العراق ولبنان لأنهما تحت الاحتلال الإيراني وأجنحته العسكرية في البلدين. مرتضى خطار أيضا يقول: المحتجون هم من صاعدوا وتيرة احتجاجاتهم بقطع الطرق الحيوية وحرق الإطارات، يلقي باللوم على المحتجين. أبو فاطمة أيضا: أمريكا وإسرائيل وآل سعود هم من أرادوا التصعيد عبر شبكاتهم في العراق ولبنان لأغراض سياسية وطائفية. هكذا غياث مهدي: لأن السلطة تعلم أن الشعب في كلا البلدين يريد اقتلاع الطبقة السياسية الحاكمة، وهذا يعني رفع الحصانة عن أقطاب الحكومات المتهمة بالفساد وبقتل المتظاهرين. هناك أسباب متعددة والبعض يلقي باللوم على أطراف مختلفة. طيب، يعني الثابت حتى هذه اللحظة أنه كثيرين قدموا أسباب للتشابه كمان بين العراق وبين لبنان، فهل يرون ذلك مصادفة ولا هناك سبب هم يذهبون إليه؟ في الحقيقة هناك إجماع رشا في على تشابه بين المشاركين، على تشابه الوضع في لبنان وفي العراق، لكن سؤال المشاركين والذين سعوا للإجابة عنه حول لماذا يتشابه الوضع، لماذا يتشابه لبنان والعراق في تصاعد الاحتجاجات وفي تصاعد تصدي قوات الأمن لها. عماد عبد الرحمن محمود يقول هنا: لأن الثورة في البلدين لها قاسم مشترك وهي أنها تناطح الأيديولوجيات. يقول إبراهيم صادق أيضا: لأن الصراع في كلا البلدين هو صراع بين إيران وأمريكا والهدف واضح. صالح السمري أيضا: لأن البلدين لهما نفس النظام الطائفي الذي تعد المحاصصة أهم سماته. حيدر المهندس أيضا: ليس هناك تشابه بين البلدين لأن الوضع في العراق يفوق نظيره في لبنان من حيث انتهاك حقوق الإنسان وعدد الشهداء. هكذا يقول.
عبد الله الشرقي أيضا، تشابه النظام السياسي في كلا البلدين والانقسام الداخلي وتعدد الولاءات للخارج يفسح الباب على مصراعيه للتدخلات الخارجية، أسباب يعددها للتشابه بين الوضعين. هذا الحوار هو الأكثر سخونة أتصور منذ مقتل سليماني على تويتر تحديدا. نعم. أحمد، فماذا يمكنك أن تخبرنا عن تويتر؟ جداً على هناك فعلا حوار واسع جدا على تويتر، ويتناول أيضا الجانبين العراق ولبنان، على اعتبار أن الأسبوع الماضي كما أشرت شهد تصاعدا كبيرا في العنف ضد المحتجين خلال هذا الأسبوع. من تويتر أقرأ تلك التغريدات، محمد عبد القادر يغرد: هناك فرق بين المظاهرات في لبنان والعراق، مظاهرات لبنان أغمضت العين على احتلال لبنان خوفا وطالبت بمحاربة الفساد، أما مظاهرات العراق فكانت لمحاربة الفساد وضد الاحتلال والمطالبة بخروجه، من أجل ذلك فشل اللبنانيون بينما يمضي العراق قدما لإخراج المحتلين منه، هكذا يرى. أحمد القاسم من العراق يغرد أيضا: القمع الذي نتعرض له في العراق لا يقارن بقمع باقي البلدان في أي بلد. عبد المجيد يغرد أيضا: إنها صورة معبرة عن حالة العراق منذ احتلال أمريكا، صورة احتلال وحلفاء الاحتلال وأدوات الاحتلال، إنها ليست احتجاجات بل ثورة ضد ظل الاحتلال، هكذا يقول. الكاتب رياض دحبور يغرد أيضا: لا تستغربوا هذا السياق من الأحداث في لبنان، ولا تستغربوا دوران دائرة العنف المتدحرجة ككرة الثلج، فذلك ما كان مقصودا منذ البدايات، شرارات احتجاجات على أساس اجتماعي اقتصادي ودوافع تبدو بريئة، ثم يندلع الحريق الكبير الذي سيخرج عن السيطرة، يشير نظرية المؤامرة ليس لها صلة بالتحليل. حوار واسع جدا على تويتر. صحيح، بس أنت أجملت أحمد أهم الاتجاهات في هذا الحوار على كل، وأشكرك أنك منحتني نقلة للنصف الآخر من البرنامج. زميلي أحمد عبد الرازق، أشكرك شكرا جزيلا كما هو دأبي دائما. ربما أعود إلى أحمد في نهاية البرنامج. استمعنا إلى أصوات عدد من حضراتكم من العراق، خلونا نستمع إلى أصواتكم من لبنان. من صيدا الآن تحولوا مباشرة إلى الأستاذ سليم يونس. أستاذ سليم، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا أهلا أهلا. هل ترى تصعيدا ممنهجا، ولا المسألة هي من قبيل تصاعد المشهد بين الطرفين؟ وإذا كان لأحد مصلحة في أن يؤجج هذا المشهد الأمني، خبرنا عنه إذا كان لديك وجهة نظر في هذا الطرح. يعني بالنسبة لنا الأمور واضحة جدا، يعني العنف الممنهج والشراسة بالمواجهة من قبل السلطة، لأنه في ولا يعني بهذه اللحظة في مواجهات دارية بين المتظاهرين وبين القوى الأمنية. هو الواقع أنه نحن ننقل الآن وحضرتك تتحدث إلينا صورا حية من بيروت للمواجهات تدلل على ما تقول، تفضل. يعني هذه المواجهات بتعني شيء واحد، هو شراسة السلطة بالمواجهة والتمسك المرضي بالمناصب. يعني هلأ مثل ما شفنا الحكومة الجديدة، الأحزاب ما فيها تتخلى عن السلطة طويا، يعني جربوا المتظاهرين أكثر من 3 أشهر يوصلوا رسائل سلمية، ما كان يمشي الحال. يعني لهذه اللحظة بعد في تمسك مخيف بالسلطة، فكرمال هيك المواجهات عم تصير داري أكثر. يعني هلا المتظاهرين بده يفوتوا على مجلس النواب. طيب أستاذ سليم، من يعني وارد أن يكون هناك تعثر خصوصا في لبنان بعد ما شاهدناه في السابق من فراغ في السلطة لفترة طويلة، بس اليوم ما الذي يجعل الفارق مثلا بين الأمس واليوم يطور المشهد إلى العنف؟ ما الذي حدث؟ من له مصلحة من جانب المكونات أو الأحزاب السياسية ليتطور المشهد إلى عنف اليوم، ولم يكن هذا مثلا منذ اليوم الأول من أكتوبر تشرين؟ ما هو كل ما يعني كل ما فتنا بالتشكيل الحكومي، كل ما بتبلش حدث الموجات الزيت، لأنه قبل كان يعني في وقت ضايع، السلطة عم تحاول تناور بأي طريقة ممكنة أنه إلهاء المتظاهرين، بدنا نجيب حكومة خارج تركيبة الأحزاب وما إلى صبغة لا حزبية ولا شيء. بس لما وصلنا لساعة الجد ووقت الحسم، لقينا أنه لقوا الشعب أنه السلطة يعني مجرد أقاويل ما إلى صحة، وظهرت الحكومة امبارح بالليل نعلن عن أسماء الوزارات التركيه الحكومية. الشعب عارف أنه هيدي مجرد مناورة جديدة لاستكمال السلطة، ولكن بوجوه يعني مختلفة. نعم.
أستاذ سليم، أولاً أشكر حضرتك شكراً جزيلاً على وجهة نظرك، فتحت لنا الباب للحديث عن لبنان. هذه الصور مرة أخرى أنوه هي صور حية من بيروت في هذه الأثناء التي نتحدث فيها في البرنامج لتصاعد المواجهات بين المحتجين وبين قوات الأمن. ينضم إلي عبر الهاتف من بيروت عبر الأقمار الصناعية الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ ميخائيل عوض. أستاذ ميخائيل أهلاً وسهلاً بحضرتك، أتصور أنه لديك مشاهدات كثيرة بك. وربما حتى تجارب شخصية، ما رأيك فيما يحدث في لبنان؟ لماذا تصاعد العنف على هذه الشاكلة؟ يعني الآن تصاعد العنف له أسباب شتى. هناك فريق من الطبقة السياسية الذي اعتاد أن يكون شريكا بما سمي بحكومات لم الشمل أو حكومات الوحدة الوطنية خارج الحكومة، له قاعدة اجتماعية، لديه كتلة شعبية لا بأس بها، يجري عمليا زجها للقول بأن الدولة والحكومة لا يمكن أن تستقيم بدون مشاركتنا المباشرة. هناك درجة عالية من الفقر، وكدنا في لبنان نبلغ مرحلة الجوع التي تم التحذير منها طويلا. فنحن لستة أشهر جمعية المصارف تقبض على الأموال والرواتب ولا تعطيها لأصحابها إلا بتقنين تبعا لمزاجها. الدولار ارتفع من 1500 إلى 2500 وانفلتت الأسعار من عقالها دون رقيب أو حسيب. كتلة شعبية واسعة انخرطت بالثورة الشعبية وتطالب بتغيير جذري في بنية النظام وتوازنات الطبقة السياسية وإنتاج حكومة تشبه الثورة، تكون معنية بوقف الكارثة الجارية وبتسارع. الحكومة التي تم إنتاجها لم تطابق مطالب الحركة الثورية بمجموعاتها المختلفة. كل ذلك ربما كان السبب والدافع لأن تتخذ المواجهات هذا الطابع العنفي. بس المواجهات يا سيدي الفاضل لا تتخذ هذا الطابع من تلقاء نفسها. ينبغي أن يبدأ طرف أو يتفق الطرفان على تصعيد المشهد، أو أن يكون هناك قرار متخذ، قرار واضح. فمن من اتخذ إذا حضرتك تذهب إلى هذا الطرح، خصوصا أنه قوات الأمن والجيش ينبغي أن تأتمر بإمرة أحد، والحكومة حتى الآن في حالة يعني عدم استقرار لأنها لم تشكل بعد بأكملها. أنا متابع جيد، بل أنا شريك في هذا الفعل الثوري من موقع مشاركتي لعدد من المجموعات، وأعرف بعض الأمور إلى حد ما بالتفصيل. هذا العنف عمليا يعني هذا الأسبوع كان أسبوعا عنيفا. بدأ عنف الدولة من خلال أجهزة مكافحة الشغب ووزارة الداخلية في مواجهة الحركة الثورية المطلبية الناضجة الواضحة المتحررة من التزامات سياسية أو طائفية. جرى ذلك إن كنت تذكري الأسبوع المنصرم في شارع الحمراء أمام المصرف المركزي، وجرى أمام ثكنة الحلف شارع كورنيش المزرعة ومارلياس الشوارع المحيطة. ذاك عنف بدأ من الدولة وبأوامر واضحة، وارتكبت مخالفات دستورية وقانونية حيث تم الاعتداء على المتظاهرين بعد أن تم القبض عليهم وفي السكنات، وكانت هناك ضجة. كما استخدمت الأسلحة الطلقات المطاطية عن قرب وأدت إلى إصابات كادت أن تكون قاتلة، وفقد عدد لا بأس به من المتظاهرين إما أيديهم أو عيونهم. والآن نحن في إطار حملة ثورتكم عيني وعيونكم هي ثورتي. ثم استؤنف منذ السبت المنصرم والأحد وهاتين اليومين إلى حد كبير بمبادرة من مجموعات منظمة للمتظاهرين التي رغبت بأن تحول الحراك من أن يستهدف جمعية المصارف وحاكم المصرف باعتبارهم الآن هم يتفردون بالقرار النقدي والمالي ويستولون على مدخرات وأموال المواطنين، إلى تحويلها على المجلس النيابي. طبعا لا أنفي أن الحراك من يوم السبت والأحد حتى الآن تشارك فيه مختلف الفئات
والقطاعات والمجموعات المشاركة في الثورة منذ 17 تشرين. لافت للنظر أنه ما تقول حضرتك يدلل عليه عدد من المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية التي تبرهن بالدليل كما هو مذكور في هذه التقارير، وطبعا وجهة النظر مكفولة للطرف الآخر أنه هناك جرائم ترتكب بحق المتظاهرين في الاستخدام المفرط للقوة، وهناك أيضا ترند أوقف قنص العيون وهو ترند منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لما يجري في بيروت وما حولها. من بيروت ينضم إلي من بعبد أعتذر ينضم إلي الأستاذ ميشيل شمعون. أستاذ ميشيل أولا مساء الخير وأشكرك أنك معنا اليوم، لأنه حضرتك لديك تجربة شديدة الإلام وأعتذر لو كنت أتطرق إليها، بس هي مهمة للرأي العام. ما الذي حدث؟ من استهدفك؟ ماذا حدث؟ الحمد لله على السلام. مرسي كلك زوء يعطيكم الفافية. اللي صار بلش بس كيف بلش الشغب، كيف بلش الشغب بهذا النهار نهار الأحد. أول شيء أنا شخص من 17 تشرين لآخر نهار أنا كل يوم عم بنزل على الشارع. تمام. بهيدا النهار نهار الأحد كنا واقفين وعم نتظاهر في المية، فجأة بينصاب كذا شاب معنا براسهم، ما حدا عارف شو صار، انصابوا بحجار على راسهم. طلعنا لقينا الشرطة عم بتكب علينا حجار كتير كبار من أعالي المباني. تمام، معلش انني ساقف كذا مره يعني اتاكد من كل ما حضرتك تقول لاستطلاع ايضا الراي العام. حضرتك رايتم الشرطه باعينكم يعني يرتدون الزي الرسمي الشرطي اللبناني مظبوط؟ لا 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 لا, لا نحن ما شفناهم، كنا عم نشوف حجار عم بتطير من اعالي المبنى مجلس الوزراء عم بتطير علينا من فوق، ما كنا عم نقشع مين عم بكب. تمام ابدا. بعدين اللي صار بلش الرشق بالحجاره وبلش تطريش المي، انا كنت قاطع راكد حتى السياج الشائك منصب بظهري، انا كنت جاي على الموتور ولابس الجاكيت تبع الموتور بيجي كله عظم. على الموتور يعني على الموتور سايكل صح؟ على الدراجه الناريه. موتور سايكل 100% دراجه ناريه، الجاكيت بتجي كله عظم من ورا ومن قدام. قاطع من قدامه بمد الباروده بقوصني، ما في متر انا وياه، بقوصني بظهري بقلب بالارض. يرجع انا وبالارض بقوصني طلقه ثانيه. وقف يجي عم بقوصني بمخي، بمسك البارودة عم زيها عن وجهي، بيطلع الضرب بإيدي. تمسك البارودة بتزيها عن وشك يعني حضرتك كنت على هذه المسافة القريبة من البارودة يعني من البندقية أو من السلاح الناري؟ 100%. مين اللي كان من الذي كان يحمل هذا السلاح؟ لبس تياب درك، تياب مكافحة شغب. مكافحة شغب يعني 100%. تمام، يعني بدلة ميري 100%، وانا ما معي لا حجرة ولا معي عصا ولا معي شيء. تمام، بعدين حضرتك حاولت ابعاد البارود عن راسي، زحت على اليمين طلع الضرب بايدي، هربت رجع واسني طلقه غير بظهري انا وراكد. بعدين نقلت الى المستشفى، يعني انا اعتذر لحضرتك لا تريد ذكر هذه التفصيله بس فقط بتروا لي اصبع الخامس بايد اليمنى، الأصبع الصغير انبتر كله، والأصبع الرابع حطوا لي فيه براغة وقضيب كمان مكسر. طيب يعني أنا طبعا أعتذر أن حضرتك مضطر أن تذكر لنا هذه التفاصيل على ألمها، بس هي مهمة لأسباب طبعا حضرتك تعرفها. لازم الرأي العام كله يعرف شو عم بيصير معنا تحت. هل هناك من مصابين آخرين أو من فقدوا حيواتهم أمام عينيك أو أنت شاهد على حوادث مشابهة؟ مش حوادث، جرائم استهداف مشابهة. انا انصبت الصبت بايدي كمان كسر الضرب وفات بإجر صاحبي يحو بعضه لهلا بالمستشفى. طيب طبعا نتمنى لاي شخص في هذه الوضعيه ان الشفاء العاجل. طبعا اشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ ميشيل شمعون على مشاركتنا بهذه القصه من بعبدة، مرة أخرى بعتذر ليك وأشكرك شكرا جزيلا. أعود إلى ضيفي الآن عبر الأقمار الاصطناعية الأستاذ ميخائيل عوض. أستاذ ميخائيل، بعد هذه الشهادة التي استمعنا إليها وبالتأكيد هناك شهادات أخرى يرصدها زملائي على الأرض في كافة أنحاء لبنان، هناك من يذهب بالسيناريو إلى أنه هناك طرف بعينه أصيل في منطقة الشرق الأوسط من مصلحته أن يؤجج الوضع في أكثر من بلد خصوصا في العراق وفي لبنان لتشابه المشهد فيما يتعلق بالمحاصصة السياسية إلى آخره. حضرتك مع هذا الطرح ولا ترى فيه نظريات مؤامرة؟ لا، بكل تأكيد لدينا 1000 نقطة تشابه بين لبنان والعراق. بعد سريعا مع أن التقرير غطى جزء منها، نحن والعراقيون عرب، كلانا
ساحة تصفية حسابات وصراعات بين كتل ودول إقليمية. ابتلي العراق أيام البريمر بعد حل الجيش وأسقاط الدولة بدستور محاصة طائفية ومذهبية مشتق من الدستور اللعين الذي أورثنا إياه نحن في لبنان الاستعمار الفرنسي، وتسبب بعدم الاستقرار ودورات الحروب الأهلية والعنف في العراق وفي لبنان. طبقة سياسية اختصرت المجتمع والطوائف بعائلات توارثت السلطة السياسية ومارست عمليات نهب نهمة غير مسبوقة ربما في أي من البلدان. في العراق وفي لبنان أزمات اجتماعية اقتصادية إلى حد ما كثيرا تتشابه. في العراق ليس هناك كهرباء، في لبنان ليس هناك كهرباء، في العراق بلد المياه ليس فيها مياه صالحة للشرب، في لبنان بلد المياه ليس فيها مياه صالحة للشرب. كل هذه عناصر تجعل من الحراك متشابها ومن أدوات قمع الحراك ومحاولة تصفيته متشابهة، طبعا مع بعض الفوارق أنا أعتبرها جزئيا. وفي كلا الأزمتين تتقرر حقيقة ربما تاريخية جديدة تقول أن نظم ودويلات سايكس بيكو التي صنعت لتنتج دول وظيفية قد انتفت أسبابها، ولم تتولد بعد إرادة وطنية شعبية جامعة لتستطيع قيادة الشعوب وأخراجها من هذه الحالة التي لم تعد تنتج إلا المزيد من الفوضى. للأمانة الصحفية، الطرفين الحكوميين سواء في العراق أو في لبنان ينفون تماما أن تكون هذه الحوادث ممنهجة، ويتحدثون في الطرفين في الواقع على وجود مندسين بين المحتجين، ويقولون أن سلمية التظاهرات لم تعد كما هو الوضع عليه. هذا للأمانة الصحفية لنقل وجهة النظر الأخرى. بس أنا لدي شهادة ثانية إلى جانب شهادة الأستاذ ميشيل شمعون من بعبدة، لدي شهادة الأستاذ شربل فرانسيس من الفنار. أستاذ شربل مساء الخير، أتمنى أن حضرتك تكون في صحة أفضل. ما الذي حدث؟ من استهدفك على بعد 3 أمتار؟ مرحبا، اهلا بيك. اول شيء يعطيكم العافيه. شكرا يا فندم، تفضل. كنا ببيروت انا وخي، كنا حد اسمه بيت الكتائب. استاذ شربل انت بخير؟ نعم الحمد لله. انا تصوبت براسه 105 قطب. براسك إصابة حضرتك براس. إصابة مباشرة في الوجه على حسب ما فهمت، في رأسك في الوجه يعني. مظبوط. أنا إذن أنت شاهدت من هاجمك وجها لوجه، لأنه 3 أمتار يعني من هنا لحد هنا. من استهدفك؟ ماذا كان يرتدي؟ ما الذي حدث؟ حضرتك وأخوك. كان من القوى الأمن من بيانزو. فطلع بوجه طلع بعيونه وعين عراسي وطلع الضرب. عين عراسك يعني صوب عليك راسي. مزبوط مزبوط مزبوط. صوب عراسي وكان مجال بينه وبينه منه كتير، يعني كان في 3 أمتار بس. وكان يرتدي زي قوات الأمن زي رسمي. وتوسع أنا بهنبلة. تمام. مش ضرب مطاط. تمام. بعدين هنبل الدخان. هل حضرتك شاهدت، انا بعتذر على سؤالي، بس هل حضرتك شاهدت اي عنف ممارس من طرف المتظاهرين؟ تصعيد، اغلاق طرق، مواجهه قوات الامن، تهديد قوات الامن؟ استاذ شربل. نعم. شاهدت اي عنف من قبل المتظاهرين ضد قوات الامن؟ هو انا بين طرفين، بين العنف الأمن بين الطرفين وبين العالم. تمام. الكل عم بيدافع عن بعضه كان. طيب تفضل. اعتذر. تفضل. لا تفضل حضرتك طبعا، اعتذر تفضل. اوكي. القوى الامن كانوا عم بيدافعوا عن، وانا صراحه بفهمهم، بس منطق انه حدا يقوس على الوجه وخصوصي او ضروبة نطاط، لانه عنا شباب كتير راحوا عيونهم، ولا العالم ما بيستاهلوا هالشيء. نحن عالم مثلنا مثلهم، وهن عالم مثلنا مثل، يعني ما بفرق بينه. سمع حضرتك استاذ شربل، تفضل.
طب انا مقدره طبعا انه الحديث صعب، واتمنى يكون يعني حضرتك بخير تستطيع ان تتحدث الي والا اكون احدث عليك ضغطا نفسيا غير مقبول اخلاقيا، فاتمنى ان تسامحني. بس لدي سؤال واحد يمكنك ان تجيب عنه او لا، لانه خلاص هذه نهايه الحلقه. استاذ شربل، هل كانت هناك نية مبيتة لدى الشخص الذي استهدفك بالوجه من 3 أمتار لإصابتك في الوجه، ولا القضية كانت رد فعل انفعالي؟ هو قوصني، أنا كنت واقف على جنب الطريق، لا عم بتعاطى معه ولا عم يتعاطى معي يعني، بس كان العالم هو على خوفه نيشان على راسي وقوص، وأنا بتفهم وأنا بسامحه، بس منه منطق انه حدا يقوص على الراس ابدا ابدا ابدا. استاذ شربل فرانسيس اشكرك شكرا جزيلا، انا فعلا ممتنه واعتذر لو كنت ضغطت عليك بشكل قد لا تجده اخلاقيا. اجابه اخيره في هذه الحلقه اشكر بها ضيوفي جميعا، واشكر المحلل السياسي الاستاذ ميخائيل عوض، واتمنى لو يتسع وقته هو وقت حضراتكم لمشاركتي في تكمله هذا النقاش على راديو بي بي سي بعد لحظات. هذا النقاش لم ينتهي، لازلت اسال حضراتكم: واحد، لماذا تصاعد العنف بين قوات الأمن والمتظاهرين في لبنان وفي العراق؟ هل ترون من له مصلحة في البلدين؟ وهل هذا المنتفع واحد، طرف واحد؟ هذه أسئلتي لهذه الحلقة، أشكر حضراتكم شكرا جزيلا. تحيات زملائي حازم الخولي، أحمد عبد الرازق، محمود القصاص، وأحمد الخطيب، ولميس عدنان، وطبعا تحياتي رشا قنديل. لا تذهبوا بعيدا، هذا نقاش متواصل بس على راديو بي بي سي، وأترككم مع موجز الأخبار مع أنطوان خولي.